يا بسم الله. كنت خدام على راسي وعلى والدي، قدر الله ما شاء فعل. يوم من الايام صرت فوق هذا الكرسي المتحرك اثر حادث السير الادى لكسر العمود الفقري، والحمد لله. وهنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنا غادي ندير المشروع ديالي، غادي نخرج الظروف صعيبة، ظروف الحياة صعيبة، هنا غادي نخرج ندير المحل ديالي باش نبيع ونشري وناكل لاطر الخبز حلال للأسرة ديالي إن شاء الله بإذن الله. قولي السي محمد، جاتني واحد الفكرة، منعرفش الزاق ولا كنشوف الناس كيدخلو من اليوتيوب كيربحو من اليوتيوب، مفهمتش واش يمكن لي أنا ندير شي نهار قناة ونولي ندخل الفلوس انا من اليوتيوب. قول لي غير السي محمد. يمكن لك، ولكن الاشكال هو شنو المحتوى اللي غدير. قول لك السي محمد، صراحه ما عارفش الكونسيبت اللي نقدر نخدم عليه، ولكن غير فكره جاتني للدماغ وبغيت شتني وبغيت نفهم، بغيت نعرف ما نعرف نقدر نشارك حياتي اليوميه، نقدر ندير فيها شي حاجه. سير على الله ما فيها بس، وانا نعاونك. عييت ما نقلب، كل شي غالي، ما لقيت حتى ملح. يا ربي لما تخرجها من عندو يا ربي. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف، خلي لي فوتوكوبيت لاكارت في الدار، راه كاين واحد البلان مزيان. اشنو هو؟ وخليها مفاجاه، الله تكمل. يلا تهلا. ان شاء الله. واخا يلا اخي تهلا. مرحبا. الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل ربي.